البداية ديال شهر أبريل معروف أن فترة ديال الذروة السياحية بالنسبة للمغرب بصفة عامة والمراكش بصفة خاصة اللي هي القاطرة ديال القطاع السياحي في المغرب. ما ننساوش أن كانت توقع اتفاقية كبيرة ديال تعزيز النقل الجوي لا الدولي ولا الداخلي اللي بدات الكثير منها بداية شهر أبريل. هذا شهر أبريل كذلك كيتصادف مع مجموعة تاع العطل، سواء العطلة اللي كانت عندنا تاع المغاربة اللي صادفت الاحتفالات بعيد الفطر، أو العطل ديال مجموعة تاع الدول الأوروبية العطل المدرسية اللي بدات من نهاية مارس. مجموعة تاع الدول في هذا الوقت هذه الرعاية ديالها كيختاروا يجيو لأنه الجو ديال مراكش مش مصدق جميل، مدينة اللي عندها إشاع دولي. المغرب عرف واحد الإشاع مشاركة أسود الأطلس في قطر 2022. المغرب دار حملات نتاع الترويج كبيرة في العالم بفضل الاتفاقيات اللي وقعها المكتب الوطني المغربي للسياحة، والمغرب وقع اتفاقيات نتاع تعزيز الربط الجوي. ومنين بدا وبدات مع هذه الفترة ديال أبريل أكيد غادي يكون إقبال كبير. ما ننساوش كذلك أنه هذه الفترة ديال الذروة كتجي مباشرة بعد شهر رمضان اللي مجموعة قل ولو أنها قلة قليلة ديال الدول اللي مصدرة للسياح، الناس ديالها كيفضلوا أنهم يجيو في واحد الوقت اللي الطقس ديالو مزيان، ولكن في نفس الوقت ملي كيعرفوا بلد اسلامي متفتح فرغم ذلك كيفضلوا انهم يجيو في واحد الوقت اللي يمكن لهم يستافدوا بالتجارب كلها، سواء على مستوى الفنادق المسابيح على مستوى الاطعام. ولهذا كاين واحد القله كثيره منهم اللي كتحاول تاجل السفر ديالها منين كي يتزامن مع شهر رمضان. ولهذا كان هذا الاقبال الكثير اللي نظرنا للصور ديالو ظهرت في المطار ديال مراكش الدولي، واللي يمكننا نصادفوها كذلك في مجموعه تاع المناطق اللي هي مناطق تاع الجذب السياحي، سواء منها جامع الفلا او المناطق الاخرى كصحراء اكافي او لا ممرات النخيل او لا حتى المناطق المجاوره اللي كتستافد اللي هي الصويره الحوز الى اخره. لا اظن ان هاد الصور اللي كانت هي كتعطينا طبيعه ديال الجذب اللي كاين، ولكن كتعطي اشارات اننا لابد نهيئ امور اخرى لاستقبال التظاهرات الكبيره. ما ننساوش ان المغرب كانت عنده الرياده في استقبال تظاهرات في حجم مؤتمرات عالميه اللي كبيره اللي شاركوا فيها الالاف ديال المسؤولين، وكانوا فيها يعني حضور لافت المجموعه تاع المؤسسات سواء ماليه ولا مؤسسات اللي كتعنى بالبيئه الى اخره. ولكن هذا اللي يمنع حنا كنشوفوا بان المغرب عنده واحد المجموعه تاع البرامج لا على مستوى البنيه التحتيه لا على مستوى يعني الملاعب اللي غادي تحتضن كاس العالم تاع 2030 ولا كاس افريقيا 2025. فاظن كاين استعدادات كاينه برمجه، ولكن في نفس الوقت لابد على المسؤولين ياخذوا هذه المعطيات بعين الاعتبار باش يكون واحد السلاسه في التعامل مع التظاهرات.